موعد جديد نتحدث فيه اليوم على مقابلة الترجي التونسي والنجم الساحلي ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية. مواجهة كبيرة نتحدث عليها بعد شوية من كل زوايا تفاصيل التصريحات. نسمع بعد شوية طارق ثابت وعماد بن يونس شنو يحكيوا على الماتش هذا، على الأمبيونس في الجروب في كل فريق، زاد الأرقام، المعطيات، الإحصائيات، الثنائيات المنتظرة في المقابلة هذه، المواجهات بين أهم لاعبي الزوز فرق، كل ما يهم هذه المقابلة تابعوا معنا بعد شوية. كيف كيف تشكيلات المنتظرة للترجي والنجم الساحلي، نتحدثوا زادة على دخلة النادي الأفريقي اللي تم تجهيزها لمقابلة الأفريقي ونادي دريمز الغاني ضمن الجولة الأولى دور المجموعات في كأس الكاف. هذه دخلة اللي الأمن طلب مراجعتها أو كانوا إرفاضها بشكل من الأشكال. بعد شوية يكون معنا حصريا عضو من مجموعة ليدرز يحكينا شنو اللي قاعد يصير في هذا الموضوع، وهل تم منع الدخلة هذه نهائيا ولا هل انه باش يتم مراجعتها باش تتغير التفاصيل الكل بعد لحظات. رافقني اليوم المحلل الفني واللاعب السابق ومشروع المدرب من كمون على وسائل. مرحبا حيدر. مرحبا بك، رحب بالناشط، ناشط برشا اليوم جانا أسامة سلامي، ديجا تنجموا تشوفوا ثبت النشاط والحيوية. أسامة سلامي اهلا وسهلا. مرحبا وصحة البيست. عندي 3 سنين يمكن. ويرحم والدين أمي ديما كل نهار جمعة طيب كسكسي، واليوم زادت بالعصبان لذلك تشوف الصوت كيفاش. ربي يفضلها، ربي يفضلها ويفضل كل أم ويرحم كل أم. مادام العصبان في الدار لا بأس. ودي اسمع صوتي أنت. في الدار بركة وكهو. زيادة في الدار تهنك. هكا واضح متفقين. زيادة أهلا وسهلا مرحبا بك. تها في الإخراج الرقمي. بعد شوية نتحدثوا على القمة المنتظرة إن شاء الله تكون على الميدان قمة، لأنه ديما نقولوا للأسف قد ما نتحدثوا على الماتشات هذوما ونحضروا لهم ونستناو كورة نلقاو برشا حس أكثر من الكورة على التيران. إن شاء الله غدوة الماتش هذا يعمل الإكسيبسيون. في كل حالات نتحدث على كل تفاصيله الفنية بعد لحظات. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. خلينا قبل ما نبدأ في التفاصيل الفنية نسمع تصريحات المدربين. طارق ثابت في المؤتمر الصحفي اليوم هذا شنو صرح لمعز بوتارة. مطالبين بالربح مهما كان منافس، مطالبين ان نربح، مطالبين باش نربح يلزمنا نخدم، لازم نخدم اكثر من الناس، لان فما موتيفاسيون كبيره للناس الاخرى ضد الترجي، احنا لازم نخدم اكثر منهم، كي نخدم اكثر منهم نكونوا واقعيين اكثر منهم، رانا باذن الله ديما النتائج تكون معنا، لان هذا اللي شفته وهذا الملعبيه اللي قاعد تحس به تو، قاعده تشعر به وقاعده تطبق فيه، هذا هو. انا ما عنديش، ما عندناش احنا مش ترجي اليوم رانا مش نلعب مع الاتوال حاجه، وغدوه باش نلعب مع المرسى حاجه، وبعد غدوه باش نلعب مع بيترو حاجه، ومع لا لا، ترجي هو ترجي، لازم نلعبوا ونحضروا رواحنا كملاعبيه 30 لاعبين موجودين، راك في اي وقت يزمك تكون داخل المجموعة في نفس الوقت تكون جيد، تكون فرفرمو، تثبت ان انت تتحقق تكون في الترجي. هذه اهم حاجة، لان انا احنا هذه عشتنا ديما نعاودها نقول، هذه عشتنا احنا اللي حطينا ملعبية هي اللي حطت روح، وفي ارتية كبيرة اني موجودين في الترجي ديالتهم سواء احنا كيطار فني سواء كملعبية. كان ذي طارق ثابت. الرجاء نعلقوا على التصريحات. تسمعوا عماد بن يونس. نسمعوا عماد بن يونس، نجمو نسمعوه ولا نجلو؟ معناتها ديما نقول راهي كل مقابله ولا حقيقه نتاعها، معناتها صحيح معناتها المقابلات الاخر انا مع ضد الترجي الرياضي معناتها حتى مع نادي الصفاقسي والنجم الساحلي كنا خرجنا بنتائج ايجابيه، معناتها اما كل مقابله وعندها الظروف نتاعها. ان شاء الله غدوه كما قلت لك معناتها الملاعبيه هما اللي زاكتور هما اللي كان نستغلوا الفرص اللي باش تجينا ونعملوا اقل اخطاء دفاعيه باش نكونوا منتصرين كما قلت كذا، والعكس بالعكس. ما القيمه الفنيه نتاع اللي جمال وكالملاعبيه كل قيمه كبيره وهذا ما ينكروا حد، اما كما قلت لك عندنا مجموعه قاعده تخدم رايد قزاح معناتها حارس ممتاز اكد هذا ملي هو صغير في الاصناف الشبان وكان حارس دولي من صنف المدارس مأطرين وعندنا ثقه فيه كبيره وان شاء الله يقدم مقابله كبيره ان شاء الله. مطالب مطلوب منا نخدموا اكثر من الجمعيات الاخرين ومن الناس الاخرين، هذا تقريبا اهم حاجه قالها طارق ثابت. ناخذ تعليق من عندك امين. بيان سور كلامه منطقي جدا، خاطر لعب في الترجي ويعرف انه ماتشات معناتها اللي يلعبهم الفرق الاخرى ولا حتى وقت يبدا النادي الافريقي زاد بيرفورمون ليتوال بيرفورمون لا سي اس اس بيرفورمون، لي ماتش اللي يلعبوهم ضدهم الفرق الاخرى يكونوا دي ماتش معناتها كابيتو بالنسبه لهم، هما مهمين ياسر
تصريح متاع انسان لعب في مستوى عالي وتو يدرب في ترجي هراث تونسي دونك سي نورمال باش يقول الكلام هذا لو تسمع جوست معناتها عماد رونسال مستير خاطر سي اس اس ومستير اوليتوال اي وقلته متفقين. عماد بن يونس يقول لك انه ربحنا ممثل الجزائر ممثل المغرب يعني حتى شيء انه ماتش اخر وكل ماتش عنده الحقيقه نتاعه في مواجهه الترجي التونسي وسام سلمي بيان سور وهذاك هذاك لونسيان جوار هذاك المدرب هذاك هذاك التخمام الصحيح وعجبني في كلمه حتى كي يسالوه على الحارس يعني حتى اون فالور الحارس نتاعو وعطى ثقه وهذا مهم ياسر يعني ابريتو ليتوال ما تقف على حتى حد رغم اللي نعرفوا قيمه الحارس لكن ما تقف على حد بصراحه دو ديكلاراسيون يعملوا الكيف علاش دو زونسيان جوار دو زونسيان جوار كبار برشا في تونس مشروع نتاع مدربين كبار ما تنتظرش حاجه اخرى غير الكلام اللي قالوه وكاو فهمت هذا هو نمشي وندخل شوية في الماتش واحدة واحدة نبدأ أمين من أرقام ومعطيات عامة تخص زوج جمعيات معناها في البرفورمانس نتاعهم حتى الآخر مواجهة يخذينا أرقام معينة عندها علاقة بالشامبيونات خطر ما تنجمش تحكي على كومبيتيسيون معناتها كونتيننتال خطر ما لعبوش برشا في الشامبيونز ليك باش خذوا روبير دونك روبير شنو ينجم يكون تكون كان شامبيونات خاطر فيه اكثر عدد نتاع مباريات شوفوا في الجرافيك اللي خرج قدامنا انه في النمبر دو باس تشوف انه ترجي لعب في البطوله لحد الان 3379 باس كلاسي الاول ليتوال هو الثاني 3217 باس تفهم في التفكير نتاع المدربين راهو يعملوا برشا يحبوا معناتها الكره الزوز وكتذكرهم اللاعبيه حتى كي تعرفهم من قريب تعرفهم انه الزوز يحبوا يكوروا يحبوا يبداوا الهجمه من الخلف لكن ديما انا نقول ليتوال ما قلناش عندها مشاكل فنيه ليتوال تحب تلعب لكن في زون معينه يتبدل اللعب بارابور لي زوتر زيكيب خاطر ما عندهاش الامكانيات اللي عند مثال الترجي في الوسط مثلا هذا شكون باش نقول لك معناها لا نومبر دو باس ينجم يحدد لك هويه الرابح ولا الخاسر صحيح. وحتى الزون وين قاعد تلعب معناها وين صحيح. قاعد تدور في الكره زاده ما ينجمش يحدد معناها اكزامبل كتو بعد نشوفوا علاش اخترنا دي شيفر بيان ديتيرميني تشوف انت في لي باس لونغ في العدد التمريرات الطويله ترجي عام 300 معناتها كلاسي 13 قبل الاخر بار كونتر ليتوال 398 باس لونغ معناتها باس طويله الخامس تعرف انه ليتوال في زون معينه يحب يلعب الطويل يحب يلعب لو جو ديريكت وهنا نحكيو على سورتو التمريرات معناتها لي رونفيرسمون لي دياغونال بلغتنا احنا الكره التمريرات القطريه ولا ساعات حتى في العمق على لاتاكون دو بوينت اللي يكون العبدي لي دونك فما تمشي نتاع فيكساسيون وان جولون مش كيما الترجي ولا الافريقي فيكساسيون وجو دون لي انترفال معناتها اللعب ما بين زوز وقت نحكيو على لي باس معناتها سمارت لي باس انتيليجون لي باس اونتر لي لين علاش قلت لك بكري باش نايد كلامك خذينا المعطى الثالث لي بالون بيردو تشوف انه ليتوال مضيع في البطوله لحد الان 845 تمرير رقم عالي بارابور لسبيرونس اللي مضيع 676 في الوسط لسبيرونس عنده اكثر متريز في الكور ما ضيعش كوره كيما ليتوال ليتوال المتريز تنقص شويه في الوسط علاش خلي ليتوال ضيع برشا 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 كرات نزيدو نمشيو للرقم فخاطر على لي باس لونغ ما نعرفش حتى اسامه ناجم يوافقني يمكن تونس البطوله الوحيده اللي تفرض عليك ساعات مش انت تختار التيران يفرض عليك باش تطول الكوره معناها كي باش تلعب في المرسى ولا في ملاعب اخرى ما تنجمش تلعب الكوره طول هذيك هي معناها ماهوش طول ما معنا حتى جوار في تونس في البطوله التونسيه عنده الكاليتي باش يعمل دياغونال ولا باش يعمل باس لونغ يخرج كراس راس حتى جوار حتى ملاعب ذكر يعطيني لا يعني خذ لك انا توا حاليا ما عندنا حتى جوار حتى ملاعبي عنده الكاليتي باش يعطيك باس لونغ ويخرج كراس راس مش باس لونغ مش باس لونغ راهو باش يعطيها انت ما قلت احسن محلل الفني خلينا نشوفوا لا اسامه يقصد معناتها بالحق ما عندي من برا عندك كونتر اكزومبل قول نحبه ما نبررلوش معناتها ماهوش كونتر اكزومبل ما عنده الحق خاطر ما تشوفهاش تتعاود نجم تصير مرة على ثلاثة ماتشوات مثال جلاسي نجم يعطيك باس على ثلاثة ماتشوات مرياحي نجم يعطيك دياغونال على ثلاثة أربع ماتشوات أما تشوفيش حاجة تتعاود دياغونال نحكي لك باس لونغ تخرج كراس راس بلا أنا حتى باس بروفوندور نجم ما شفناش وديجا حاجة أخرى ما تجيش تشوفها برشا في الشامبيونات نتاع تونس على خاطر لي بلوك اللي يلعبوا ضد الفرق الكبار تلقى الكلهم دي بلوك وفي الجمعيات المتوسطة سيدي فما ليسباس ما عندناش كاليتي ما عندناش آخر ثقي صار شباب في تونس قاعدين يجيو فيك بالوقت قالوا لك غيلان غيلان شعلالي غيلان شوف راهو فما فرق بين الدياغونال وبين باس اون بروفوندور راس احسن ساقي صار تحرمنا منها مالوريزمون سعد بقير سعد بقير اكا وتوفى غادي
وعايد يرحم رود. وكان فما ملعب اخر يطيح ياخذ يخرج راس راس اسكندر سوي. شكون اسكندر سوي؟ ايه فلت هذاك. شوف هذوكم اشوف هذوكم قام اخرى نحكيو تو يخرجك راس راس من حتى ماهر كان زاي ماهر سيفري ماهر تو نتقابلوا اخر نقعدوا نسميو فيهم اسمع الاسامي هذوكم نورمالمون نورمالمون بدو تو تو يحشم تتذكر الاسامي هذوما وتقول انت واحد مثلا مريح يعمل دياغونال باش يعطيك عليني اما يعمل دياغونال يخرجك راس راس باش يخرجك راس راس ذكرني في بونتو سيدي هاي السنه باه باه نزيدو نمشيو اكثر في الاستات نشوفوا انه مثال هذا انديس اخترناه نتاع عدد التمريرات اللي تعملهم الفريق معناتها موين معدل عدد التمريرات في الاكسيون واحده في الزون نتاعو معناتها في الزون ديفونسيف تفهم انه الفريق هذا يتعرض لعمليه ضغط والا حتى كي يتعرض لعمليه ضغط يخرج منها ولا الترجي ينجم يعمل في كل اكسيون 13 باس معناتها مينيموم معدل نتاع 13 تمريره في الزون نتاعو معناتها الترجي معدل راهو انديس مش معناتها بار اكسيون معناتها في عمليه بناء هجمه ينجم يعمل 13 تمريره في بناء الهجمه معدل معناتها الترجي يضيع برشا وقت في بناء الهجمه في الزون نتاعو وينجم عند فما انديس اخر انه الترجي نجم يخرج من الضغط بار كونتر النجم يعمل 9.94 اللي هما بريسك دي سباس يجي الثالث بعد الترجي تفهم انه النجم ما يعديش برشا وقت في الزون ديفونسيف نتاعو علاش نفهموا هنا انه النجم يخرج الكره قصير من التالي في البطوله لكن في ساعه من بعد يلوج بعدك الفيكساسيون انه ما يقعدش في الزون نتاعو ويتعدى للزون الاخرى معناتها يا باس طويله باس دياغونال ولا يخرج من الزون هذه كما يقعدش برشا في الزون نتاعو نتعداو من بعد خاطر اللي خديت انديس اخر انه لي سونتر عدد التوزيعات خاطر زوز فرق على جنب قويين الاسبيرانس وليتوال زوز على جنب قويين ليتوال عندها ديزار لاتيرو ورولاسيون بين لاتيرو ولي كولوار ممتازه اما الترجي عنده دي جور معناتها دو كولوار بيرفورمون بوغرا وغش لكن الزوز يمشيو لي كولوار نعاود نقول خذينا الانديس هذا باش تفهم انهم الزوز ما يعملوش نفس الحاجه في لي كولوار الترجي مثلا 111 توزيعه في الدوري الثاني ليتوال اقل 83 توزيعه تسعة ترجي ناجحين هذوما ولا عدد توزيعات عدد محاولات ما يوصل الكولوار يوزع هذوما معناتها الترجي يعمل برشا يوصل غادي باش يوزع ليتوال يوصل الغادي ما يعملش برشا على التوزيع يخرج من الزون هذيك ويتعدى يمشي ستون زون دو ديزيكيليبر يعملها ليتوال معناتها يوصلوا لي كوتي يستعملوا لي كوتي اما الغايه ماشيه بيتها نتعداو في الاخر قبل الاخر لي بالون توشي دون لي 16 متر 50 ادفيرس معناتها قداش يمسوا من كوره الفرق هذوما في 16 متر و50 تاع الفريق المنافس الترجي يمس 140 كوره هو الاول في الشامبيون ليتوال 115 كوره والثاني كيفاش تقرا هذا الشيفر هذا انهم لي دو زيكيب اوفنسيف اما كل واحد وطريقته كل لي دو زيكيب سون اوفنسيف معناتها هجومين لكن كل واحد وطريقته فما اللي يوصل بلي باس كورت ولي باس في الانترفال وفما اللي يوصل بعد فيكساسيون وان جو ديريكت في الاخر فما لي بوت اتوندي معناتها الاكسبكتد جول معناتها عدد الاهداف المنتظره لكل فريق الترجي تنتظر 12.04 ثالث وليتوال 11.19 معناتها هذا انديس اخر انه مزوز فرق هجومين معناتها سون دي زيكيب هجومين هذا يتقاس بعدد لي تير وعدد معناتها تشوف قداش سددوا مره قداش مره وصلوا للتير الاخر دونك الكونكلوزيون فينال انه الفرق هذوما يحبوا يلعبوا لكن في دي زون معينين تتبدل اللعب ترجي يكمل يلعب كور ويلوج على ديزيكيليبر لو جو في لي انترفال ليتوال يتعدل ان جو بلو ديريكت ويخرج زوز على جناب لكن زوز ما عندهمش نفس الغايه والكونكلوزيون فينال انه زوز فرق في الدوري هجومي وبربي بربي حد يرجس حاجه بالله يا مين انا طلب مني ليك انت ديك توف الفاز الثانيه نتاع نتاع الشامبيون قبل ما ندخل البلاي اوف اعطينا ستاتستيك نتاع البطوله التونسيه قداش من لاعب شارك من برا من 18 متر ديجا موجود الاجابه على السيد هذا لازم يعرف اللي راهو غايلان ابار اللي انا نحبه كشخص راهو جاري في الحوم وتحومتي ولذلك لا مش بدا يعرف يعني ما يتصورش اللي انا نسيه السيد هذا راهو تحومتي وتحومتي راه راسك بيناتنا نهج فهمت وعنده محبه خاصه لي انا ومشكور خالد بن يحيى اللي كان اموانزان بجابش يمشي البقلاوة 2011 مشكور بن يحيى خليه في التاريخ هذا هو هاي نمشيو نقدموا اكثر ما قلنا خلينا نبنيو الماتش على دي دويل على ثنائيات منتظره في المواجهه هذيا ومين اسامه اخترت مثلا دويل منتظر بين لي دو بن علي حسام ومحمد بن علي يقول القائل ينجم تكون ثنائيه نشوفوها في الماتش هذا يقول القائل علاش انا واسامه اخترنا معناتها الدويل هذا خاطر اللي يفهم ويتفرج على الكره يفهم انه ليتوال مادامها عندها انارير غوش اوفنسيف
والاسبيرونس عندها انا ريدروا اللي الماتش الاخر قاعد يطلع دونك والزوز باش يتقابل في الكولوار هذا تحب ولا تكره لا ريدروا ولا ريغوش باش يكون ما بيناتهم معناتها كلكو بار فما ان دويل حابين ناخذ الدويل هذا لي دو بن علي ونشوفوا لي ستات نتاعهم في بطوله تونس لولا انه مو مش لاعبين عدد دقائق لكن بروبورسيونالمون في البورسنتاج ينجموا يقربوا معناتها بنسبه 99% 90 اونتر 90 99% للواقع لي باس ريوسي معناتها عدد الدقه في التمرير محمد بن علي نتاع الترجي 86% حسام بن علي 80% معناتها هنا زوز رام بون تكنيكمون في الباس نتاعهم في بناء الهجمه في الدوزيام معناتها في الدوزيام تير نتاع التيران ينجموا معناتها كورتهم تتسمى نظيف نتعداو للديويل ديفونسيف غاني معناتها عدد الثنائيات البورسنتاج نتاع الثنائيات الدفاعيه تلقى محمد بن علي رابح 67% من الديويل نتاعو ديفونسيف دفاعي حسام بن علي رابح 73% تفوق الحسام بن علي معناتها على المستوى الثنائيات الدفاعيه بورتون هو سيتان ريغوش يقولوا عليه اوفنسيف على مستوى الثنائيات الهجوميه ديما تفوق الحسام بن علي 53% من الديويل اوفنسيف نتاعو يربحهم حسام محمد بن علي 47% هنا على مستوى التوزيع وهنا نزيد نقول لك انه باش تفهم انه الترجي يعتمد على توزيعات ليتوال ما يعتمدش برشا على التوزيعات محمد بن علي ناجح في 50% يا ولي سونتر روسي تحكي عليهم انت بكري معناتها اش معناتها باش نفسروا للمستمع معناتها التوزيع كيوزعها ويمسها ملاعبي من الفريق نتاعو تتسمى توزيع ناجحه ناجح في 50% محمد بن علي بار كونتر حسام بن علي ناجح كان في 44% وفي اعتباري زوز ضعف بيان سور في هذا في النقطه هذه فما ضعف للزوز بيان سور شوي بالكل معناتها 50% تو باش تفهم باش يعطيك انديس اخر تفهم انه الفرق الزوز على كيفاش يعملوا على لاتيرو نتاعهم لي دريبل معناتها المراوغات الناجحه محمد بن علي 50% أكهو بار كونتر حسام بن علي اللي هو أريير ناجح في 67% من المراوغات نتاعو معناتها انت واحد باش يعمل مراوغات لوجيكمون معناتها اكثر البورسنتاج تاع لي دريبل باش يكونوا في الشطر الثاني نتاع ليكيب ادفيرس مش في الزون في الزون نتاعو باللوجيك معناتها دونك ليتوال يوصل غادي الملاعب نتاعو اللاتيرال واللي هو التكنيك لغايه معروفه انها سيتون زون دو ديزيكيليبر دونك ليتوال ينجم يعمل على اللاتيرال نتاعو في الزون الاخرى الاسبيرونس اللاتيرال نتاعو مهمته ماذا به يوصل لكن موش قاعد يوصل ولا بروف انه على مستوى المراوغات التوم نتاعو ناقص على خاطر مقابل بحذا محمد علي فما حسام غشه اللي هو عنده اكثر بورسنتاج واكثر عدد مراوغات ناجحه في الترجي التونسي. هذا كل شيء في الدويال الاول اللي نستناو باش نراو باش نشوفوا ان شاء الله الدويال هذا وباش يكون في الرواق هذاك باش يكون ديسيزيف الدويال هذا. ما يدخلش فيها الكونسيني المدرب يعني مثلا مثلا لتوال تلعب على الاكستيريور تقول لك تحب ولا تكره تلعب على الاكستيريور يقول لك انا مثلا ما نجمش نجازف مع الترجي قدام جمهوره نستنى مثلا اي نجم اما كيبدا عنده بوان فور وقتها ليتوال تفهم اذا يصير كلامك انت تفهم انه ليتوال معناتها التوندونس نتاعها مش باش تكون اوفنسيف باش تكون بيورمون ديفونسيف. باهي خلينا نمشيو للدويل الثاني اللي اخترتوه هو حسام تقى جاكمبي والحقيقة دويل كوستو دسم خلينا نقول باش يكون دويل كوستو باش يتوجد اذا نعرفوا هذم دو مليو اكسيوم معناتها بلغتنا احنا دو بيفو وزوز بريسك الاسبيرونس وليتوال يعملوا على زوز قدامهم واحد جينيرالمون دونك الدويل هذا باش يتوجد في وسط الميدان حابين نشوف لولا انه راهو حسام تقى لعب اكثر ماتشوات من جاكم بي وعدد معناتها دقائق اكثر لي باس روسي معناتها نسبه الدقه في التمرير حسام تقى 88% جاكم بي 89% دونك المعدل مقبول وزوز بريس كيف كيف على مستوى لي دويل ديفونسيف غاني على مستوى معناتها الثنائيات الدفاعيه التفوق الحسام تقى معناتها هنا نعرفوا انه في الوسط ماشي حكايه بنيه جسمانيه كهو 74% الحسام تقى و71% الجاكمبي على مستوى الثنائيات الهجوميه التفوق الجاكمبي 31% الجاكمبي 30% الحسام تقى معناتها تشوف هكا الدويل علاش اخترناه زاد انا واسامه اللي تري سيري شوف البورسنتاج على مستوى لي باس روسي في الثلث الاخير الملعب اللي هي اهم حاجه صحيح حسام تقى ينجح في 79% من التمريرات نتاعو والعدد نتاعها مرتفع اكثر من جاكمبي جاكمبي معناتها ينجح في 77% اللي نفهموا انه مزوز يوصل للثلث الاخير والاسبيرونس وليتوال يعملوا على انه لي بيفو نتاعهم يوصل للثلث الاخير هذا هو والدويل اللي ترو سيريا كيما تشوف بالضبط الدويل الثالث اللي خممتوا فيه كيبا سوري مهاجم الترجي وحمزه جلاسي مدافع النجم الساحلي خرجناه من السياق التكتيكي بالضبط مشينا في منطق اصغر لاعب واكبر لاعب في المقابله كيبا اقل من 18 عام حمزه جلاسي تقريبا 32 عام صحيح. حمزه اكبر لاعب في المقابله باش يكون وكيبا هو اصغر لاعب في المقابله شنو نجمو ناخذوا من ارقام على الثنائيه هذه
بون خطينا حمزه جلاسي سي لو جوور لو بلو ديسيزيف في ليتوال لاعب اهم لاعب في النجم الساحلي اكثر لاعب في الدوري التونسي عامل عدد تمريرات هو حمزه جلاسي هداف النجم الرياضي الساحلي هو حمزه جلاسي لاعب 9 على 9 810 دقيقة في النجم الرياضي الساحلي في البطولة حمزة جلاسي قائد الفريق حمزة جلاسي heureusement pour lui et malheureusement pour l'étoile كيفاش مفهوم الجملة معناها يعني كان تقبل الاتوال الاتوال يعني تلقى الاتاكون ماركي من عرش انا هو البيتور هو البيتور تلقى تلقى مثلا النوف دمي ولا العشرة ولا اللي يلعب في الوسط تلقاه لو ميور بوكو بوكو دو كاليتي والباس ديسيزيف كي تلقى انت انا قلت ميور يعني صح عليه ونفرح له ونحن ناشدنا نمشي في المنتخب لكن كي نكون اكسيال خويا ميور باسور ميور بيتور ميور لو حتى في الجهه الاخرى حتى ياسين مرياح من الهدفين نتاع الترجي معناها نجم نخرج الاستنتاج للمهاجمين بيان سور ما فماش مهاجمين مركي متفقين فيه هذا خذينا دونك حبينا حطينا في الجرافيك لي زون يلعب فيهم حمزه جلاسي على اليسار وذكم معناتها لي زون معناتها زون التحركات نتاعو خذينا جوست اون انفورماسيون حمزه جلاسي 32 عام متر 82 810 دقيقه 9 على 9 عدد الاهداف 4 وخذينا كيباسوي اللي هو اصغر لاعب باش يكون في الترجي هذا التونسي نورمالمون في التشكيله نتاع غدوه 18 سنه ستان افون سونتر متر 86 دونك نستناو في ديال كوستوم على مستوى معناتها البنيه بين جلاسي وكيباسوي في الكرات الثابته في الماركاج باش يكون ماتش معناتها كوستو في ما بين زوز على مستوى دقائق اللعب كيباسوي اقل برشا من حمزه جلاسي زدنا حتى 90 دقيقه لعبهم مع سليمان 274 دقيقه لتو ما سجل لكن الحقيقه تقال انه ظهر بارابور لاج نتاعو بارابور لو ستيل دو جو نتاعو امكانياته مشروع مهاجم ينجم يكون واعد في البطوله التونسيه هذا هو فكره على تشكيلات المحتمله النجم الساحلي تشكيله هذه في منطق الاربعه مدافعين لكن زاد فما امكانيه انه عماد بن يونس يلعب بثلاثه مدافعين في المحور دونك حسب التمارين نتاع اليوم الجزاح لؤي بن حسين حسين بن علي حمزه جلاسي سلاح الغدامسي جاك مبي وسام عبيد امين الجبالي ياسين الجزيري راقي العواني ويوسف عبد اللي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي مميش في الكاج بن علي بن حميده مريح توغاي قبولو ولا الوهابي تقا ساس غشا بوغرا وكيباسوي باش يكون هو المعوض بالنسبه للبرازيلي رودريغو خليكم كلمه كلمه باختصار شديد على المقابله هذيا معناها ديما انا مشكلتي نحب نشوف الكوره ديما مقابلات الترجي ونجم الساحلي على توش غالطه تقف اللعبه ونشوفوا كل الاجواء نتاع العاده والناس تتخمر وتدخل وتخرج في المنطقه نتاع الكوره هل ان الاوان نشوفوا ماتش باهي اليوم عندنا بوبليك ليتوال بوبليك ليسبيرونس مع بعضهم ان الاوان وسامه نشوفوا ماتش باهي كلاسيكو كما قاعدين نسميوا فيه على الاقل لازم دو جران كلوب لازم بصراحه يعني بارابور للنيفو تاع لي جوور الامبيونس اللي باش تكون غدوه استاد معبي زوز جماهير موجوده دو زونترينور يحبوا الكره يعني يحبوا الجو اوفنسيف انا نتصور لازم وانا نقول صعيب برشا باش عبد دي يتكهن بالنتيجه لكن ان شاء الله نشوفوا فرجه باهيه ان شاء الله امين انا نقول لي ستات الكل يبشروا باش نشوفوا ماتش باهي نتاع كوره لي ستات الكل حتى وكان النجم راهو باش يلعب اون 3 5 2 ولا اون 3 6 5 خاطر فما فرضيه انه النجم الرياضي الساحلي راهو يبدل لو سيستيم دو جو نتاعو وانا نعرف عماد شويه كيفاش يفكر دونك باش يلعب على الفراغات اللي باش تخليهم الترجي التونسي سورتو في عمليه بناء الهجمه هذا اللي نتكهن به كل شيء موجود باش انه نشوفوا ماتش باهي ومعناتها بلا باهي نتاع فوتبول حتى من الاربيتر ومعناتها ان الاربيتر المصري من احسن ما فما وكما قال عادل زهمول يخدم في مقاومه الراب في مصر معناتها لي زانغريديون كل موجودين جمهور الترجي باش يكون موجود جمهور النجم باش يكون موجود وان شاء الله في مناسبات اخرى يكون معناتها جمهور الفريق الزائر معناتها باكثر عدد هنا النداء لشكون باش يكون الحق نتاع ربي نداء للمسؤولين نتاع الفرق اللي باش يكونوا متواجدين على البنك معناتها غدوه الحق نتاع ربي نحبوا نشوفوا زوز ابناك هاديو نهداو شويه مش على توش نهبطوا للتيران على الركنيه على فوت ليغ رايسي لا بروميير جورني دو لا تشامبيونز ليغ فما وقت للراتراباج مهما تكون النتيجه بالنسبه لزوز فرق وان شاء الله في الاخر نقاوم زوز مترشحين زاد نداء للامن باش يتعامل بمثالش خليها على عليان هذا نداء الامن باش يتعامل بشويه سلاسه مع الناس اللي جايه تتفرج وكا خاطر انت تعرف وانا نعرف وسيد يعرف وسيد او غدوه ماشي
فهمت وكا غدوه بلان تاع غدوه هو ماشي غدوه بعد غدوه صحيح فوالا غدوه بعد غدوه موجود خاطر مع الفرق التونسيه تشارك في المسابقات الافريقيه مهما كان فريق كي تجي الامكانيه راه الواحد لازم يكون موجود كلهم مش تقعد باش يقابلوك يعمل لك في المشاكل. خلينا نمشيو نتحدثوا على مقابله النادي الافريقي ونادي دريمز الغاني الدخله. الامن طلب مراجعتها, شنو هي التفاصيل, علاش دخلت مجموعه ليدرز بعد شوي يكون معنا حصريا عضو من هذه المجموعة. نتحدثوا على شنو اللي صار بالضبط وين ممكن توصل القصة هذية. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية بطلب منه ماناش باش نقولوا الاسم. خلينا نقولوا خويا في المونتيل وكوالا وسهلا مرحبا. مرحبا بك, انت عضو من ليدرز. نحب نفهموا الحكايه انه اعطيتوا الماكيت للامن كما هو معمول به في كل المقابلات وين يكون فما دخله وكل شيء, تمت الموافقه على مشروع الدخله هذيك, ثم شنو اللي صار نحب نفهموا منك بالضبط. لا يا خويا كما تعرف ديما قبل كل ماتش حضروا ماكيتنا نشوفوا الفكره نزلوها للداخليه المنطقه لمرجع النظر معنا الاستاذ هذاك وشوفوا معنا الموافقة معناتها المبدئية نتاعهم كما كل معناتها البيئة القطرية المعروفة هذيك نتاع الداخلية تستضيف اللي عادنا عليها تحفظ ونرجعوا لها في وقت آخر. في الحكاية هذه الماكيت كما هي ما فيهاش حتى معناها قلنا معناها استبشرنا خير نحن في الدخل اللي فات أبو عبيدة هذينا الماكيت كل شيء تعامل باهي مريقل دخلت خاطر معناتها الوقت هذاك الأكتواليتي وكل توا الوقت هذا كل شيء وقت لي القضية بديت انتر بارانتيز تموت شوية عند برشا عباد نحن اخويا هزينا الماكيت كنا نكملوا في الفنية اللي بدينا بها نحن وكجمهور الكليب الكل معناها فما برشا داخلات اخرين باش تعمل فرق فيق ما رعنا الا اخويا فما شكون جات تعليمات عباد كوادر امنية اخويا وقيادات عليا في البلاد وفما برشا عباد ومسؤولين خافوا ورخوا قال لك خويا نحن ما نتحملش مسؤوليتها كل واحد يطيش الكرة للآخر هذا الكل على شنية خايفين على السياسة الخارجية للبلاد خاطر معناها كونجينيرال نحن حكينا على المساهمين في الحرب هذه مش نحكي لك ندخل لك في الديتاي وكل أما رانا حكينا وحكينا معناها على العباد اللي ساهمت ونحن ماخذين موقف كليدرز كلوبيست وكجمهور الإفريقي على أي واحد ساهم في الحرب هذه بالميديا وإلا بالفلوس وإلا بالدعم متاع السلاح ولا أي كانت أي حاجة عاون بها رانا نحن رانا كنترا ماذا كتام العدو الأول ورانا نحن ما دمنا حكينا الموقف هذا وخلينا هذا بعد ما الرئيس الأعلى معناتها للبلاد هذه اللي هو خليني فقط كملي الجملة هذه باش الناس ما تضيعش الفكرة راهو رئيس الدولة أخوي قال لك هو خذي موقف وقال لك رانا نحن الكونتر كين الصهيوني انت توجي كواد الامنيه خايفه على البوست نتاعها وانا نحكي لك خويا رانا يتو نحن تو في اللحظه هذه رانا خرجنا معناها من الاقليم تاع بن عروس مازلنا رجعنا المره الثانيه. باهي شنو طلبوا منكم في المره الثانيه شنو طلبوا منكم؟ نحن خويا كبرنسيب كمبدا رانا نحن ما تصيرش صنصره وما تصيرش تعديل نتاع ماكيت نهزوها ونحن كي نحبوا رانا ندخلوا دخل وانت تعرف وصارت والناس الكل تعرف رانا كي نحبوا ندخلوا دخل رانا نهزوا ماكيت غالطه وندخلوا نحبوا عليه الاستاد وصارت ونحن كمجموعه ديسكليفيس رانا ديما نعملوها من الاخر هذا نحكي للناس الكل اما نحن ما دامنا قلنا فما بوادر نتاع صلح اخر دخله والدنيا كل شيء مريقله مشينا ريقله وهزينا دخله ريقله وعطاو لوكي ما دام هما معناتها بعد راجعوا بعضهم وقيادات وعباد ما تحبش وفما تدخلات زاده سياسيه وفما تدخلات تعثرات لا علينا برشا مواضيع اخرى. خلينا فقط الوقت لانه لازمنا نعلقوا عليه هذا ونلخص للناس اللي تسمع فينا. ليدرز عملوا ماكيت نتاع دخله, انا نعرف تفاصيل لكن احتراما لخدمتكم ونعرف كيفاش تخدموا دونك مانيش نقول تفاصيل. انتم عملتوا اشاره معينه الاطراف مساهمه في التقتيل اللي يصير لاخواتنا في غزه كل يوم, فمن الاول عطاوكم الضوء الاخضر باش تخدموا بديتوا تخدموا على رواحكم بعد عيطوا لكم قالوا لكم اسمع الاطراف اللي حطيتوهم في الدخله هذيا خويا نحي عليه بالنسبه لكم انتم ما تعملوش تعديل الدخله نتاعكم يا تكون هي يا تتغير تماما ولا ما تعملوش في الاخر بالكل معناها شنو القرار اللي ماشيين فيه انتم كمجموعه ليدرز؟ نحن خويا كمجموعه ليدرز كليبيست خويا دخله حاضره الناس كل متجنده خويا الببليك حاضر نهار الطرح باش نعملوا قلا مزيان نحن من شيرتنا نحن دخله حاضره وعملنا محضر كما الناس الكل وعملنا معناتها صححنا عليه وعملنا التزامات باش ما يتغيرش وكل شيء مشينا في البيروقراطيه الصحيحه اللي يحبوها هما
والتزمنا امرونا احنا باش ننزلوها الدخله، ترفضت غادي ترفضت، وكل واحد خويا يتحمل مسؤوليته بعد في اي حاجه معناتها تصير. مانيش هذا معنا منطق تهديد ولا ما نتمناوش احنا انه يصير حتى صدام معناها الحقيقه. اما راهو الصدام مش صدام، انا نحكي لك راهو صدام عنف مادي، راهو فما عباد برشا اطراف، وانا نعاود ناكد لك فما برشا اطراف اللي تحب تستغل الحكايه هذيا في برشا حاجات تاع عنف وسط الفيراج نتاعنا، وباش نهزونا لثنيه اخرى جمله. فما برشا سفارات تكلمت وتدخلت في الموضوع هذايا، وراي هذه راي الصوره خايبه لبلادنا. راه عاود ناكد راهو الدوله التونسيه خذت موقف، والبيان نتاع الدوله التونسيه ورئيس الجمهوريه بط عنده برشا في الموضوع هذا. رانا نحن نتابعوا في موقف تاع بلاد، كان بدونا موقف بلادهم وبدلوا نحن كل شيء. واضح، شكرا ليك، نشكرك برشا على التفاصيل هذه. كل عضو لدورز كنا نتحدثوا على الدخله، المفروض كانت يتم عرضها معناها في مقابله دريمز الغاني. ما عادش عندنا وقت ناخذ فقط كلمه ب 10 ثواني. نبدا معك اسامه. انا شوف الكلمه اللي قلتها على ماتش لي توا الترجي، ان شاء الله يكون الامن متساهل. تو الكار اللي صارت اليوم على هرم في الدوله اللي هو رئيس الدوله، هو متضامن مع القضيه الفلسطينيه، ناس تخدم. يا اخي انت ايش مداخلك يا اخي، انت عاون ولو بروبليم وين يا حيدر؟ ان كل واحد يرمي كره لاخر، لو يخرج واحد يتكلم يقول انا منعتها يا خويا شابوبا. ولذلك هذايا ما يهزنا كان لنهار لحد سواسور، كان مش باش تدخل الدخله هذايا، مش تهديد، مش تهديد. اما انا نقول لك انا نعرف راه جمهور الكل، ونعرف اللي دارس، ونعرف الجروبات الكل، ورام اصحابي راهو اذا مش باش تصير هكا راهو باش يصير انسيدون سواسور. ما نتمناوش يصير حتى انسيدون. اسمعني باش ما نكذبوش على، قلت لك مالوريزمون، اما راهو باش يصير مالوريزمون. وبيت ما راه الحكايه هذه تو انت هزلك ووراك وشاف واعطيته لاكور ومشى صور روتاش معناك تعمل دخل انت تعرف الليالي وتصبيح وتجيب فلوس وفلوس وفلوس وكل شيء. بعد تجي تقول له برا وبعد تقول له لا تو معقول هذا وامين. 5 ثواني 5 ثواني ان شاء الله معناتها يوصلوا الحل، خاطر حبوا يتعدى عرس كروي ما سونز انسيدون ان شاء الله. ما نتمناوش انه التوتر يتم نقله للملعب، حريه التعبير مكفوله. اليوم من يمثل الدوله التونسيه موقفه كان على البار على الجميع، معناها الرئيس في خطابه قال ما تقولوش رشاقات، قولوا القصف بالقصف، اكثر من هكا ما عادش نتكلم، خلي الناس تعبر، خلي الناس تبدع. الدخله الاولى النادي الافريقي معناها تنشرت في العالم الكل، ما يمنع انه يعبروا على رايهم بسلميه، معناها ما فماش مشاكل. هذا هو هذا هو.